كأنه مطولة بعد الكهرباء. يعني قصة البنك الدولي يعني نحن عايشين يوم بيومه بالعلاقة مع البنك الدولي، لأنه هو المرحلة تقريبا شبه النهائية اللي دخلنا فيها، اللي هو من خلال البنك الدولي بعد ما نحن أنجزنا كل الخطوات اللي لازمة، ويمكن ما ضروري يفوت فيها كلها، بس آخرها كان أنه وصلنا لاتفاقية نهائية مع مصر والأشقاء بمصر جاهزين ومستعدين، وإنما والخط الغاز تصلح وجاهز اليوم مضغوط وفي بقلبه نيتروجين، يعني مضغوط بالنيتروجين خط الغاز عنا بلبنان وجاهز لاستقبال الغاز. اليوم العسرة هي موافقة البنك الدولي على التمويل لهذا البرنامج وهذا المشروع. التمويل المفروض كان يبدأ، نحن كنا حاكين أنه بشهر آدار أو نيسان يكون عطيونا هالموافقة لحتى نبدأ بنفاذ العقد، يعني الإفكتيفنس تبع العقد، وبيكون ساعتها بيبدا الغاز. القصة اليوم كنا ناطرين نهار الجمعة موافقة البنك الدولي للدخول معنا بمرحلة مفاوضات، هذه الموافقة لم نحصل عليها بعد. يعني ما في كهرباء، يعني هلا إذا بدنا نكون سلبيين بنقول اليوم ما في، اليوم ما في، بدنا نكون واقعي. احنا حابين نكون واقعي، انا حابب نكون ايجابي، ولكن ما بقدر اليوم الا اني اقول الموضوع بايد البنك الدولي لنعرف نحن يا اما هذا المشروع سيموله البنك الدولي، يا اما بعد 7 أشهر من العمل الدؤوب ومن الاستثمارات اللي من الدوله اللبنانيه عملناها بالوقت والفلوس لحتى نقدر نكون جاهزين، لازم نعرف نحن حضرتك قبل البنك الدولي اذا رح ندخل معه يعطينا المباشره بالدخول بالمفاوضات رسميا. قبل كنت عم تقول للناس حتجي الكهرباء بنيسان 10 ساعات، هلا في موعد جديد فيك تقله للناس ولا خلص تعلمت من الغلط السابق انه ما بقى غلطت؟ لاني انا بحياتي عملت وعد، انا مثل ما انت بتعرف انا ما وعدت غير انه العمل الدؤوب على انه نحصل. العمل الدؤوب امتى حي؟ انا العمل عملته، انا عملت كل العمل، يعني انا خلصت الهوم وورك، ما عاد في عنا نحن كدولة لبنانية كتير عمل نعمله، عملنا كل المتطلبات اللي كانت مطلوبة. مصر شو قالوا لك؟ بمصر جاهزين للتوقيع، بس انه نفاذ الاتفاقية. اليوم مثلا نحن موقعين الاتفاقية بالأردن، واليوم حصلنا على يعني تم اعتمادها من قبل إبراما إذا بتحب من قبل مجلس الوزراء، بس المشكلة هي بالتمويل، لأنه بدون تمويل لو كنا عنا اتفاقية موقعة من كل الأطراف. وين البنك الدولي بعده معرق؟ بموضوع بموضوع جر الغاز التمويل البنك الدولي هو ضروري، لأنه مرتبط فيه كمان الموافقة الأمريكية على عدم خضوع، على عدم وجود تداعيات سلبية من قانون أيضا. هون السؤال، أمريكا عطته الموافقة لمصر ولا بعد؟ هلأ نحن اللي فاهمينه أنه الموافقة حاصلين عليها المصاروي حكما بعد ما نكون أخذنا التمويل من البنك الدولي، هذا ما عبروا لي الآموس هوكستين الموفد بشؤون الطاقة. صحيح الأمور على ما يبدو لبعض الانتخابات قصة البنك الدولي عم بحكي حل لمصلحة اللبنانية أسرع وقت ممكن، وهي الأمور تكون حليناها واعتمدناها حتى بمجلس النواب عبر قانون للاقتراض يوافق عليه مجلس النواب. كنت بتمنى تحصل هالأمور قبل الانتخابات، بس الموضوع منو عنا، منو بلبنان، الموضوع الكرة الآن ليست مع الدولة اللبنانية. يعني هلأ عم نقول للمواطن أنه بدك تنطر، ما في شيء ملموس قريبا، مزبوط؟ حسب بتقلي انه انا انا سلبي. بيقولوا يناشدوا الاسره الدوليه انه بعد ما كانوا وعدونا الناس بتناشد كيف؟ كل الناس وكل الدوله وكل بتتظاهروا يعني؟ انا نعم، لانه نحن اليوم مشينا على اساس برنامج واضح كانت معلنين عنه الاداره الامريكيه، ونحن وثقنا انه نقدر نوصل، لانه عندنا النيه باصلاح القطاع وعندنا العمل على اصلاح القطاع، واخذنا كثير من يعني من المبادرات الفاعله بهالمجال، مثلا موضوع قانون الطاقه المتجدده الموزعه اللي هو قانون اصلاحي بامتياز بيخلي الناس لبنان اليوم يقدر يستعمل الطاقه الشمسيه كمصدر للطاقه ويبيعها لطرف اخر ويشوا شركة كهرباء لبنان. لذلك المهم انه نقول انه الجهة اللبنانية قامت بكل واجباتها بانتظار الدعم الموعود فيه، ويمكن ان شاء الله بهالكم يوم تنفرج، بس بنفس الوقت الموضوع منه عنا، نحن هلأ صرنا بيسموه on the receiving end، يعني بانتظار. لبنان عمل واجباته، بس في بعد البنك الدولي وامريكا ما عم يعملوا واجباته لحد هلأ.
يعني نحن عم نقول هني عم بيقولوا انه داعميننا، يمكن الاستشارات الداخلية عم تاخد وقت اكتر من ما كان واحد بحب، بس نحن منصبر لانه اصلا ما عنا خيار تاني هلأ، ننتظر هالكم يوم ونشوف الى اين ستقول الامور. اخر سؤال هيك على الهامش، ما خصه بكل اللي صار، يعني صورتك بالاهرامات اخذت ضجة كتير، ليش طلعت بهيدي الصورة؟ ليش اخذت ضجة؟ قالوا الوزير راح يشم الهواء. لا، الوزير راح عمل عمل كتير جيد بكل تواضع، اللي هو انه، وعلى فكرة انا لمست من الوزير المصري الاستعداد الكامل للدولة المصرية للمرور السير قدما بعملية جر الغاز. يعني قبل كان في بعض التحفظات بالنسبة لقانون ايسر وغيره، انه يكون واصل رسالة خطية مسبقة، هلأ ما عادوا عم يطلبوا رسالة خطية مسبقة، وانما عم بيقولوا فقط جيبوا جهزوا لنا التمويل لنبدأ بضخ الغاز، الاتفاقية جاهزة، الطرف السوري جاهز. لذلك انا اعتقدت حالي انه انجزنا الاعمال، رحت شميت الهواء قبل ما اروح على المطار، وكان عنا المرافقين وغيره اقترحوا هذا. كم ساعه قعدت بالاهرامات؟ يا دوبك. زبطت معك صوره؟ كم مره جربته؟ هن في ناس هنيك يهتموا بهذا الموضوع، شغلتهم يعني بيعرفوا تماما وين بيحطوا حالهم لحتى تطلع صوره تماما مثل ما هن بيكونوا قاصدين انها تطلع. طبعا هيدا شيء انه اكيد يعجبوني الاهرامات اكيد. يعني بس عذبته للمصور على ما يبدو، لانه شفنا كذا صوره. لا مفروض كان سريع كتير. واكلت بمصر؟ في اكل طيب؟ طعميه بمصر، طعميه. يعطيك العافيه. شكرا لك. على كل مشاهدينا، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك، نحن معكم بعدنا من السرايا الحكومي، حيث انتهت جلسة مجلس الوزراء منذ بعض الوقت. هي استمرت من 10 للساعة 12. كنا عم نستفسر عن موضوع الطاقة اللي هو موجود على جدول أعمال مجلس الوزراء. بحسب ما فهمنا من الوزير أنه هني كلبنان عاملين كل الشغل، ولكن تبقى الكرة في ملعب المجتمع الدولي، البنك الدولي المفاوضات معه من جهة، وسماح لمصر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بتمرير الغاز عبر سوريا، وذلك تجنبا لقانون قيصر. هذا اللي فهمناه، واللي فهمناه اكثر انه على ما يبدو ما في كهرباء بالقريب العاجل، وهذا الشيء اللي سالناه للوزير فعليا، وحاولنا انه يعطي موعد جديد غير 10 او غير نيسان، وبالتالي هو يبدو انه خلص ما بقى بده يعطي مواعيد جديده، لانه الموضوع بين بشكل واضح بانه على ما يبدو الامور معقده بحسب ما هو قال. وخلينا يعني، لانه مره حكينا بهذا الموضوع فلامنا انه عم نقول شيء ما قاله، ولكن نحن حنكتفي بالشيء اللي قاله خلال هذه المقابله الخاصه لصوت بيروت انترناشونال. على كل، كنا معكم ربيع شنطف فرات بكامل، الى اللقاء.